السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجدد التحية بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نلقاكم مرة أخرى في برنامجكم اليومي ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة الخاصة بالصحف الصادرة لهذا اليوم. قبل الدخول في صفحاتنا المحلية دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين. وبدءا من الجريدة الأبيض، يباشر تدريباته في أبوظبي اليوم. وأما القبس القادسية يستعيد خالد من النصر. مروراً في الأنباء، الصيفي تلقيت عروضاً محلية وخليجية. وأخيراً السياسة، يد العميد يواصل حملة الدفاع عن لقب الكأس. اهلا بكم من جديد. قبل التعمق في صحفنا المحليه، سعدنا ان يكون معنا في الاستوديو الناقد الرياضي والصحفي الزميل حسن موسى من صحيفه هيدول الالكترونيه. عاش من شافك ابو علي، والساعه المباركه. ساعتك ابرك اخوي فريد، الله يسلمك. عموما نبدا جولتنا المحليه مع ابرز ما طلعتنا به جريده الجريده. العنوان: الابيض يباشر تدريباته في ابو ظبي اليوم. غادر صباح اليوم الى ابو ظبي فريق الكويت لكرة القدم لمواجهة الاتحاد السوري الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية، ومن المقرر أن يباشر الأبيض تدريباته اعتبارا من اليوم في أبو ظبي على أن يؤدي التدريب الأساسي على ملعب المباراة غدا. وقال إداري الفريق أحمد الصبيح أن صفوف الأبيض لا تعاني غيابات باستثناء فهد حمود للإيقاف وطلال فاضل للإصابة. نرحب فيك أبو علي ثاني مرة. ضغط المباريات هل سيؤثر على الكويت حينما يلاقي الاتحاد السوري يوم الثلاثاء المقبل؟ يعني وبصراحة أبيك أيضا تبين لنا هذه البطولة الاتحاد الآسيوي، بطولة الاتحاد الآسيوي، هل في تغيير في النظام؟ لأن سمعنا كلام يعني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل لا نتكلم عن نادي الكويت لازم نعرف ان احنا كأس الاتحاد الآسيوي السنة او النسخة الحالية تغير نظام بتاتا. تغير النظام يعني هذا الكلام صحيح؟ ايه. تسع مجموعات قسمت على خمس مناطق آسيوية. زين. غرب آسيا ثلاث مجموعات. حلو. اللي هم من ضمنهم مجموعة بالغاتسية ومجموعة الكويت وايضا مجموعة الجيش السوري والوحدات الأردني. زين. الثلاث مجموعات هذيل يتأهل من عندهم الأوائل فقط. فقط ثلاث فرق بالإضافة إلى أفضل ثاني. أها. يلعبون مع بعض ويتأهل من عندهم واحد فقط يصعد إلى المباراة النهائية. يعني بالأخير رح يصير تصادم، يمكن يصير تصادم الغاتسية والكويت احتمال. ايه. احتمال. زين. ويتأهل فقط الأول إلى النهائي. زين. المنطقة الثانية عندنا غرب آسيا. ها الأول من الثلاثة من ثلاث مجموعات هذه لا ما يتأهل. الثلاثة أوائل يتأهلون مع أفضل ثاني. إنزين. يلعبون مع بعض الأربعة أيضا بنظام خروج المغلوب. فريق واحد. فريق واحد فقط يتأهل إلى نهائي النسخة. نهائي النسخة. دوري الأبطال. لا كأس الاتحاد. كأس الاتحاد. عفوا. المنطقة الثانية اللي هي جنوب آسيا. نعم. مجموعة واحدة يتأهل من عندها فريق واحد. غرب عفوا شرق آسيا أيضا. اللي هي هونغ كونغ وتايوان. نعم. يتأهل أيضا فريق واحد. وعندنا جنوب، قلنا جنوب وشرق آسيا ووسط آسيا. ثلاث مجموعات يتأهل فقط الأول. نعم. يلعبون مع بعض الثلاثة أيضا ويتأهل منهم فريق واحد، بالتالي يصيروا النهائي إلى قبل النهائي. قبل عفوا. في عندنا المنطقة الخامسة والأخيرة اللي هي الآسيان. اللي هي فيتنام وسنغافورة. نعم. وماليزيا ولاوس وميانمار. ايه. ثلاث مجموعات جنوب نفس غرب آسيا. نعم. هذه يسمونها الآسيان. ثلاث مجموعات نفس نظام غرب آسيا، يتأهل الأول من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثاني.
إذا أربع أندية تلعب ما بينها ويتأهل منهم واحد فقط إلى قبل النهائي، يلعب مع الفريق اللي من الجنوب والشرق والوسط. يلعب مع قبل النهائي أوكي. واللي فايز من عندهم يلعب النهائي من المجموعات غرب آسيا. طيب اللي يفوز في بطولة الاتحاد الآسيوي ما يتأهل تلقائيا السنة اللي وراها، يمكن حظوظه تزيد على غرار الاتحاد الأوروبي والشامبيونز ليج، حظوظه تزيد من ناحية النقاط و شلون الحظوظ تزيد. البطل يعني يمكن يدش ملحق يدخل باي أو أي يعني نعم. تكون حظوظه أفضل من الفرق الثانية نعم أي يعني. طيب إذا يعني هذا ليش هو النظام السابق شلون كان؟ النظام السابق كان من كل مجموعة الأول والثاني تأهل إلى دور 16، تكون الأفضلية للأول من كل مجموعة يلعب دور 16 على أرضه من مباراة واحدة. دور الثمانية ذهاب وإياب، دور الأربعة ذهاب وإياب. فيها طوالة وايد. أي السنة هذه قلصوها. قلصوها حلو. قلصوها وايد. يعني بالعكس نتمنى إن شاء الله ما يتصادمون ربعنا، لكن واضح. لا لازم. أول وتالي. يطلع من عندهم. أبي ضغط المباريات على الكويت هل يؤثر يعني مثلاً يعني خلينا نقول. توا لاعب نهائي كأس مبارك لنادي الكويت طبعا الفوز كأس الأمير، لكن ما تعتقد هذا قاعد يؤذي الكويت؟ طبعا ولا الكويت عنده بنش عنده ولكن انت قاعد تتكلم، احنا نتكلم بكل صراحة، انت ما عندك احتراف كامل، احتراف جزئي. اذا اللاعب معرض للوظيفة، معرض لكل شيء صحيح. يعني حتى لظروف الحياة العادية، الحياة ايضا يطلع من دوام الساعة 2:30 يروح التدريب الساعة 5، هذه كلها عناصر تأثر. شفنا يمكن احنا يمكن الكويت لعب مباراه قبل النهائي ايضا في كاس الاتحاد الاسيوي وكانت صعبه جدا صحيح. لعب النهائي وبعد باكر راح يلعب مباراه حاسمه تقريبا يعني اللي خسر صعبة. فيها من لا دبران. فاز هو على النجمه ولكن هو لا هو يعني شفنا احنا التخبط لما لعب ضد الفريق الايراني مثلا نادي الكويت وشفنا كيف كانت يعني اي طبعا انت مبين يعني كان نادي الكويت متاثر يعني من التعب والارهاق يعني هذه اللي هي كانت التصفيات الملحق نعم. دوري الأبطال. دوري الأبطال لكن احنا في كأس الاتحاد الآسيوي حتى يمكن بداية النادي نادي الكويت ما كانت موفقة صحيحة 100% يعني صحيح. للحين هو في المركز الثاني بسبع نقاط غياب عنده طلال فاضل و الكويت ما يعتمد على فهد حمود يعني يمكن حتى له. فهد حمود يمكن من العناصر أو الركائز الأساسية في خط الدفاع ولكن ما أعتقد أن نادي الكويت يعتمد على لاعب معين. عموما يعني نتمنى كل التوفيق لانديتنا اكيد ابو علي طبعا سواء الكويت او القادسيه او من يمثل الكويت سواء يعني اي نادي من انديتنا الكويتيه. نذهب الى صحيفتنا الثانيه وهي القبس. القادسيه يستعيد خالد بن النصر، يختتم الفريق الاول لكره القدم بنادي القادسيه تدريباته اليوم استعدادا لخوض مواجهه امام العهد اللبناني غدا الاثنين ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي. من جانب آخر فقد أعلن نائب رئيس جهاز الكرة نواف المطيري عن استعادة القادسية المدافع محمد خالد المعار للنصر وذلك ابتداء من الموسم المقبل نظرا لحاجة الفريق لتقوية دفاعه. أستاذ حسن يعني عندنا مباراة القادسية أمام يعني العهد اللبناني وايضا في عوده للاعب محمد خالد المعار لدفاعات يعني معار للنصر لدفاعات نادي القادسيه. واضح ان القادسيه كانه قام يعاني من شح اللاعبين من البنش، تحس ان القادسيه قاعد يرد لاعبينه. لا هو القادسيه كلنا شفنا القادسيه الموسم هذا يعيش في عدم اتزان في المستوى، تذبذب تراجع مستوى، مو هذا القادسية اللي شفناه في السنوات الأخيرة صحيح. يمكن القادسية السنة هذه يمكن السنة من النادر انك تشوف القادسية ما ياخذ بطولة من البطولات الثلاث الكبرى سواء صحيح. دوري او كأس سمو الأمير او كأس سمو ولي العهد صحيح. يعني هو يمكن اكتفى بكأس السوبر وكأس الاتحاد التنشيطية نعم. وهذا ما اعتقد نعم. انه نعم. يشفي غليل الجماهير القادسية. القادسية حتى في كأس الاتحاد الآسيوي قاعد يعاني وللحين مهمته مو سهلة، قدامه مباراة مهمة
جدا قدام العهد المتصدر. ايش رايك بالعهد؟ يعني العهد اللبناني قاعد يقدم مستوى فريق مميز قوي. بطل الدوري اللبناني محترفين متصدر بثمان نقاط، الغاتسيه 7، المالكيه 7 نقاط. مهمه الغاتسيه مو صعبه، احنا قاعد نتكلم عن ثمان انديه قاعد تنافس على 4 مقاعد في منطقة غرب آسيا. نعم. لكأس الاتحاد الآسيوي. نعم. يعني حتى الوحدات والجيش صح. وحدات الأردن والجيش السوري أيضا قاعد ينافسون وواصلين إلى 10 و8 نقاط. حلو، يعني الأفضلية وعلي ما تقدر تقول أفضلية. نعم. أخوي فريد. نعم. من الصعب أنك التكهن بالنتيجة، خصوصا أن العهد ما راح يتنازل عن الصدارة حتى لو أنت تلعب على أرضك وبين جمهورك. وعلي إحنا لو نيجي نأخذ العهد بين الفرق اللبنانية، إيش رأيك فيه؟ من أفضل الأندية. الأندية اللبنانية مثل ما قلت لك هو بطل الدوري، عنده لاعبين مميزين، عنده محترفين. الله يستر. الله يستر. وبالنسبة لجزئية محمد خالد، أنا على عجالة محمد خالد قاعد يقدم مستوى ثابت مع النصر في الموسمين الماضيين، وحتى يمكن مدرب المنتخب الكرواتي روميو جوزاك اختار لقائمة المنتخب. جميل. اللاعب طبعا راح يفيد الغاتسية وراح يسد النقص مع احترامنا الشديد لمستوى خالد القحطاني. عموما كل التوفيق له ولأنديتنا في المحافل الآسيوية. نواصل صحفنا المحلية ونقرأ أهم ما كتب في صحيفة الأنباء، حيث جاء فيها: الصيفي تلقيت عروضا محلية وخليجية، أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية المحترف الأردني عديا الصيفي أنه سيغادر صفوف السماوية نهاية الموسم الحالي بعد أن قضى عدة مواسم متتالية معه. قدم خلالها الكثير، وكشف الصيفي عن تلقيه عدة عروض محلية وخليجية من قطر والسعودية تحديدا، مؤكدا أنه سيدرس كل العروض بعناية، بعد انتهاء الموسم سيختار الأفضل من بينها. بصراحة أستاذ حسن، عدي الصيفي ما هو لاعب هين، ومن المحترفين الذين أثبتوا علو كعبهم بصراحة في الدوري الكويتي. هل تحس عدي خسران ولا نادي السالمية خسران في؟ بالطبع أشوف أن نادي السالمية هو اللي راح يخسر عدي الصيفي. يعني عدي الصيفي ما شاء الله في شهر 5 المقبل راح يكمل العام 33 سنة، وقاعد يقدم مستوى ثابت كأن لاعب في بداية العشرينيات، صاحب عطاء مستمر طوال 90 دقيقة. عدي الصيفي 8 سنوات قضاها مع السالمية وكان النجم الأول تقريبا. مع الأسف في يعني في الأخير حدثت أمور، لكن يمكن ما نتطرق لها. المشاكل المالية اللي قاعد يعاني منها النادي يمكن هي اللي أثرت على استقرار الفريق وخلته حتى يتراجع في مستوى. يعني هو كان ماشي وأموره طيبة، لكن مع الأسف طبعا احنا يعز علينا أن نشوف لاعبين مثل عدي الصيفي. نفرض ما حصل عرض محلي، وين تتوقع عدي الصيفي يتجه؟ قطر، السعودية، الإمارات؟ أنا والله أتوقع يعني 70% ما أتوقع أن عدي راح يطلع من الكويت. أي يعني خصوصا أنه تعود على الكويت، مثل ما قلت لك 8 سنوات هو عايش بالكويت. صحيح. إذا ما رجع ساكن برميثية بعد زين طبعا أنت لازم تدافع عن برميثية هذه الشغلة. الشغلة الثانية يمكن من الصعب أن قطر أو السعودية تأخذ لاعب السن هذا. السن هذا صحيح. أي خصوصاً إن نظام الاحتراف وصلنا 30 سنة ما شاء الله، معنا عطاء يعني ما شاء الله بالملعب كنا بالعشرين. أي ولكن أمور كثيرة تحكمها قوانين اللعب هناك في قطر أو السعودية. بعجالة، في عندك خبر شيء نادي معين؟ يعني قايلي لي لا تقول. لا تقول خلاص خلها. نذهب إلى صحفنا المحلية وآخرها لهذا اليوم هي السياسة، حيث جاء فيها: يد العميد يواصل حملة الدفاع عن لقب الكأس، أهل فريق العميد حمل اللقب إلى الدوري نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد لفئة العمومي بعد فوزه أمس على الشباب بنتيجة 37-19 في دوري ربع النهائي بالمباراة التي أقيمت على صالة نادي الكويت، وكانت أولى الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي الكأس بنسخته 51 العربي الذي أقصى كاظمة وصيف النسخة الأخيرة بفوزه عليه بصعوبة. احتكار نادي الكويت لكرة اليد لسنوات، هل أبسلك سؤال من شقين، هل سيستمر وهل تشوفه
منطقي عقلاني قانوني أو ما المفروض يصير كذي؟ يفترض أن يكون عندنا نظام ما يخلي أحد يحتكر يصير بنافلي على قولة الإنجليز يعني. الكويت قاعد يطبق نظام مميز سواء إداري أو فني أو طبي، يتعاقد مع أفضل الأجهزة، استعداد بشكل صحيح، دعم واهتمام من مجلس الإدارة، حل جميع المشاكل. هذا النظام اللي قاعد يمشي على الكويت هو اللي خلاه يتسيب البطولة. وبالنسبة حتى التعاقد قلت لك مع اللاعبين المحليين، أنت بإمكانك أنت تتعاقد مع أي لاعب وما في أي مشكلة. أمس ملعب ناشئين وفاز، تخيل. طبعا، وراح يحتكر البطولة لسنوات مقبلة يعني على المستوى اللي قاعد يعني نشوفه. أقصد أبو علي أن نتكلم بالعربي بصراحة، هل هي المادة؟ يعني الأندية الثانية ما عندها مادة اللي كذي اللاعبين قاعد يروحون نادي الكويت، النجوم يروحون نادي الكويت؟ يا أخي أنا إذا يعني معقولة تبي تقول لي أن ما في تجار في مناطق الأندية البعيدة مثلا، سواء المنطقة العاشرة ولا المنطقة الرابعة، معقولة ما في تجار صح ولا لا؟ وأكيد لهم عضوية في جمعيات العمومية، معقولة أن المادة هي العامل الرئيسي اللي قاعد يلعب هذا الدور يخلي نادي الكويت يصعد ولا لا؟ في أمور. أول شيء المادة هي اللي قاعد تطبق لك نظام الاحتراف في الدول المجاورة. صحيح، لما تكون عندك أنت مادة وعندك داعمين للنادي قاعد يجيب أفضل المحترفين، إذا مستوى الفريق راح يرتفع. نادي الكويت موفر هذا الشيء داخليا من أكثر من 15 سنة إلى آخر، احترافية في العمل الإداري، احترافية في حتى في مع اللاعبين، عملية الثواب والعقاب مع الفرق. وهذا اللي قاعد نشوفه، أن اللاعب نادي الكويت هو نفس اللاعبين اللي عندنا احنا، الخامات نفس اللاعبين، ولكن احنا نشوف ان الروح العالية، الدعم المادي، حل المشاكل، الاهتمام الإداري، تواجد مجلس الإدارة والداعمين في حتى في التدريبات، فهذه كلها الأشياء تعطي دفعة معنوية للاعب. وعلي أنا بسألك سؤال، لو انت مليونير زين وعندك نادي، أمانة شو تسوي عشان تكسر هذا الاحتكار؟ أول شيء طبعاً أجيب أجهزة فنية على مستوى عالي، أوكي. تعاقد مع لاعبين مميزين محليين، نجوم طبعاً، نجوم. يعني بالعربي أسوي أسحب هذا النجوم غير من نادي الكويت، غير التأسيس اللي أبدأ فيه. مثلاً تروح من تحت الطاولة تسحب لاعبين وتعطيهم إغراءات مادية. نظام عندنا إحنا لا شوف النظام اللي عندنا ما تقدر تسحب لاعب بدون موافقة نادي. حالياً اللي قاعد يصير، أنت وقادر انك انت تدفع اللاعب دبل اكثر من راتب، اللاعب يدور راحته، يدور مستقبله، خصوصا ان احنا حاليا ما قلت لك ما عندنا احتراف كلي، عندنا احتراف جزئي. طبعا اذا انا ادز له رساله واقول له تعال فلان ابو علي عنده نادي الفلاني يبيك ومستعد يعطيك دبل، ييك. انت احنا نتكلم عن نادي الكويت، نادي الكويت كل الخطوات اللي قاعد يستعملها او يتخذها قانونيه 100%. اذا انا على قولت المثل اللي تغلبه الحبه، فإذا نادي الكويت قاعد يطبق هذه الطريقة، أن أنا أوفر السبل الراحة للاعب سواء مادية، معنوية، اهتمام، كل شيء قاعد أوفرها له. إذا ليش ما أجيبه؟ ليش اللاعب ما يجيني؟ أكيد راح يجيني. هذا اللي قاعد يطبق. نشوف أندية ثانية قاعد تصير يعني القرين، أنا أعطيك مثال، القرين أول ما طلع كان قوي. واستغطب وهذه، ولكن حاليا تراجع بالدورة العربية. ويكون بعلمك في أندية أصلا حتى يمكن صارت عامل نافر للاعب. نعم. من ناحية المشاكل، من ناحية عدم اهتمام مجلس إدارة، من ناحية يعني حتى اللاعب يلاحظ مثلا قاعد يتدرب ولا سافر مع الفريق، رجع لقى يمكن نفسه عليه خصم من دوامه، أو عليه لفت نظر، أو دوامه مفنشينه، أو الجامعة يعني حاطين له صفر بالاختبارات. إذن هذه كلها تأثر على نفسية اللاعب، فإذا اللاعب ما لقى البيئة المناسبة اللي مارس فيها رياضته وهوايته ما راح يقدم لك أي شيء ولا راح يعطيك مردود. عموماً أبو علي حسن موسى الناقد والإعلامي الرياضي في صحيفة هايدول الإلكترونية، شكراً لك، الله يعطيك العافية، ويعني شرفنا على انتهاء فقرة المحلية. شكراً، تشرفت أن أنا أكون معك اليوم. الله يسلم، موفق. بعد الانتهاء من جولتنا المحلية لهذا اليوم نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع الصحف العربية وأبرز العناوين، تابعونا. نبدأ مع الجزيرة، الاتحاد الجديد يكرر تفوقه على النصر ويخرجه من الكأس.
وأما الراية القطرية العميد يبعد القطراوية ويتأهل للقاء السلية. وذهابا إلى الأيام البحرينية، خالد بن سلمان يتوج الأهلي بدرع دوري الدرجة الثانية لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. أولى صحفنا العربية هي الجزيرة السعودية، وقد جاء فيها الاتحاد الجديد يكرر تفوقه على النصر ويخرجه من الكأس. ضرب الاتحاد موعدا مع التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على النصر بأربعة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وسجل الاتحاد بريغوفيتش وفهد المولد ورومارينهو، فيما سجل هدفين النصر عبد الرزاق حمد الله. صحيفتنا الثانية هي الراية القطرية، قد عنونت الآتي: العميد يبعد القطراوية ويتأهل للقاء السلية بصعوبة بالغة وبهدف وحيد من ضربة جزاء. حسم الأهلي موقعته أمام فريق قطر في اللقاء الذي جمع بينهما ليلة أمس في ختام منافسات المرحلة الثالثة ببطولة كأس أمير دولة قطر، ليضرب العميد موعدا مع السلية الأسبوع المقبل في الدور الربع النهائي. المباراة التي أقيمت على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة شهدت أفضلية نسبية لفريق الأهلي وخاصة في الشوط الأول. ثالث صحفنا العربية ستكون الأيام البحرينية، وقد جاء فيها: خالد بن سلمان يتوج الأهلي بدرع دوري الدرجة الثانية لكرة القدم. أناب الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ خالد بن سلمان الخليفة نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية لتتويج فريق الأهلي الأول بطلا لدوري الدرجة الثانية بالجدارة واستحقاق للموسم الرياضي 2018-2019. جاء ذلك خلال مراسم حفل التتويج في اليوم الختامي لمباريات الدوري والذي جمع فريقي الأهلي والبسيتين، والتي انتهت بفوز صريح للنسور الصفراء بستة أهداف دون مقابل. شاهدنا الكرام، صحفنا المحلية انتهت لهذا اليوم، ونذهب العربية ونذهب إلى فاصل، وبعد ذلك الصحف العالمية والأكشن. ونبدأ مع سبورت. للمرة الثامنة على التوالي فيدال بطلا للدوري. وأما ليكيب الفرنسية، رقم تاريخي لراين وسلبي لسان جيرمان. وأما توتو سبورت، كريستيانو يدون رقما شخصيا فريدا. تنطلق جولتنا العالمية من سبورت وإنجاز البارسا. للمرة الثامنة على التوالي فيدال بطلا للدوري. حقق الدولي تشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة رقما مميزا في مسيرته بعد تتويجه بلقب الدوري الأسباني، ويدين البلوغرانا بالفضل نجمه الأول ليونيل ميسي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بمرمى ليفنتي. ووفقا للصحف الأسبانية فإن فيدال فاز بثمانية ألقاب متتالية بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في ثلاث دول مختلفة. وقد حقق فيدال لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس أربع مرات من 2012 حتى 2015، وكذلك ثلاث بطولات دوري مع بايرن ميونخ من 2015 إلى 2018، ومن ثم ظفر بأول لقب ليغا هذا الموسم. أما عنوان صحيفة ليكيب الفرنسية، رقم تاريخي لراين وسلبي لسان جيرمان. فشل باريس سان جيرمان في مواصلة أرقامه التي اعتاد عليها لأول مرة منذ موسم 2013-2012 بعد خسارته كأس فرنسا أمام رين،
وقالت شبكة سكواكا للإحصائيات أن هذا الموسم هو الأول الذي يختتم سان جيرمان محققا لقبا وحيدا منذ عام 2013، وكان باريس قد توج بلقب الدوري إلا أنه خسر لقبي كأس فرنسا وكأس الرابطة بالإضافة لتوديه دوري أبطال أوروبا من دورة 16. أما شبكة أوبتا للإحصائيات فقد أشارت بإنجاز رين، مشيرة إلى أن الفريق حقق أول بطولة له منذ عام 1971، حيث غاب النادي الأحمر عن البطولات طيلة 48 عاماً ليعود ويحقق أول بطولة له على حساب أكبر نادي في فرنسا بالوقت الحالي. أما صحيفة توتو سبورت أشادت بدون كريستيانو يدون رقماً شخصياً فريداً، وصل الدوري البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس صناعة التاريخ خلال مسيرته الكروية بعدما سجل هدف التعادل لليوفي في شباك إنتر ميلان بقمة الدوري الإيطالي. وفقا لشبكة سكواكا للإحصائيات فأن النجم البرتغالي وصل الهدف رقم 600 في مسيرته مع جميع الأندية التي لعب لها بمباراته رقم 801 كأول لاعب في تاريخ الكرة يعمل هذه الإحصائية. وأحرز كريستيانو أول هدف بحياته المهنية وعمره 17 عاما لصالح سبورتينغ لشبونة ضد موري رينس بالدوري البرتغالي في أكتوبر 2002. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله.